طبعاً هذا الغاز محظور دولياً. طبعاً تم ضبط هذه الكمية في ميناء الخمس. كانت الإشكالية في عملية كيف التخلص منها وعدم وجود إمكانيات في ليبيا. سام يحظر توريده واستعماله طبقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بالبيئة في ليبيا. غاز يضبط في ميناء الخمس البحري بعد أن وقع توريده على أنه مادة أخرى، ليكتشف جمرك الميناء بعد التثبت من أن مستندات التوريد لا توافق المادة الموردة، وليبقى أكثر من سنة قابعاً في الميناء. ما هو مصيره؟ كيف تم حفظه؟ لماذا بقي كل هذه المدة في ليبيا ما دامه مسموماً؟ لماذا لم يقع التخلص منه؟ كل هذه الأسئلة نتعرف على إجابتها في تصريح خاص، لكن قبل هذا، ما هو نوع هذا الغاز؟ غاز بروميد الميثيل غاز سام ومسرطن سريع الاشتعال، له تأثيرات بيئية وصحية خطرة، ويوصف بأنه من الفئة الضارة الأولى لأنه عديم اللون والرائحة. يستعمل على نطاق واسع كمبيد للتبخير في الزراعة للوقاية من الآفات الزراعية، وهو معقم للتربة وللعلاج بالحجر الصحي. قد يؤدي استنشاق الإنسان لأبخرة هذا الغاز لإتلاف بالجهاز العصبي المركزي. في ليبيا منع مكتب النائب العام استعمال هذا الغاز منذ العام الماضي أي 2022 عقب تلقيه بلاغا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تضمن إثباتا لتوريد كمية من المادة المذكورة وتداولها في شكل غاز مسال تحت الضغط. كيف تخلص ميناء الخمس البحري من الشحنة؟ تم التخلص من كمية اللي هو غاز برومايد الفينايل. طبعا هذا الغاز محظور دوليا. طبعا تم ضبط هذه الكمية في ميناء الخمس. تم إعداد تقرير مع إدارة الشؤون الصحة البيئية للإدارة العامة عن طريق المديرية. تم إعداد برنامج تقرير بخصوص، فبفضل الله سبحانه وتعالى كانت هناك توجيهات النائب العام عن طريق، وتم التواصل عن بمدير نيابة مكافحة الفساد، فتم التواصل. طبعاً كان هناك برنامج ليتخلص من هذه من هذا الغاز لخطورته على البيئة والصحة العامة. طبعاً يعتبر من الغازات السامة، سعة كل اسطوانة ما يقارب عن 50 جرام طبعاً موجودة في المادة هذه. طبعاً المادة هذه تتأثر بالهواء وتأثر بالعوامل الجوية. طبعاً تعتبر هي حالياً حتى وجودها في ميناء الخمس تعتبر زي إذا كان قلنا كارثة بيئية وصحية، كذلك من المواد اللي يمكن أن تساعد أو تنفجر وتأثر على هذه المنطقة. كم بلغت كمية هذا الغاز السام المواردة إلى ليبيا؟ الكمية طبعاً 8 حاويات. طبعاً كل ساعة حاوية ما يقارب عن 1000 أو تقريباً حوالي. ما دام هذا الغاز يمثل خطراً على الصحة، لماذا لم تتخلص منه السلطات المعنية منذ تاريخ دخوله إلى ليبيا؟ عدم وجود إمكانيات في ليبيا، تم التواصل مع صاحب البضاعة، وطبعاً تعهد صاحب البضاعة بردها إلى بلد المشأ اللي هي الهند. تم طبعاً في فترة الحمد لله رب العالمين، طبعاً هي كانت تم استيرادها لليبيا في 15/5/2022. الحمد لله رب العالمين اليوم طبعاً توج هذا العمل، إن الحاويات الحمد لله رب العالمين تم اليوم كشف عليهن عن طريق مكافحة نيابة مكافحة الفساد وكذلك الجمارك، بحيث أن هذه كمية مضبوط موجودة في هذه الحاويات، وتم نقل هذه الحاويات إلى الباخرة لإرجاعها إلى الهند. فيعتبر الحمد لله رب العالمين هذا نصر أو محفل طيب للدولة الليبية للتخلص من هذه المادة التي يصعب التخلص منها في عدم وجود إمكانيات في ليبيا طبعا. ولكن لما أنت يتم إرجاع إلى بلد المنشأ يكون أخف ضرر، وكذلك من ناحية الأمان.
بالعودة إلى عام مضى، تاريخ توريد هذا الغاز ومنذ شهر مايو 2022، لسائل أن يسأل كيف تم حفظ الغاز وما هي كلفة توريده وإعادة تصديره وكلفة بقائه في مخازن ميناء الخمس. حاولنا التواصل مع مسؤول الميناء للوصول إلى الحقيقة لكن لم نتمكن من ذلك، وطلب منا التواصل مع الإدارة العامة للجمارك في طرابلس، وحتى مع محاولة التواصل مع مصلحة الجمارك للحصول على إجابة لم نتمكن من ذلك. الجدير بالذكر في هذه الحادثة أن سلطات الدولة كشفت عن محاولات جادة لإعادة تصدير الكميات المحجوزة في مختلف موانئ ليبيا إلى البلد المصنع، وإن لم تفلح هذه المحاولات ستنفذ الخطط البديلة للتخلص من الغاز بالطرق المثلى والآمنة بيئيا. ولكن كيف ذلك وليبيا لا تمتلك هذه السبل المثلى للتخلص من الغاز وفق تصريح إدارة شؤون الإصحاح البيئي؟ هل هي مغالطة للمواطن أم أن الحلول موجودة فعلاً والمماطلة في تنفيذها هي من تحول دون التخلص من الغازات المحظور استيرادها؟